لو مستعجلين وما عندكم وقت طويل عشان تعملوا غدا، ممكن تعملوا الدجاج بالطريقة دي، بتتبيلة رهيبة جدا، بتدي طعم رهيب، ما هياخد معنا وقت، كلها نص ساعة ويكون جاهز. عشان نعمل التتبيلة هنحتاج لنص كاسة من الحليب، ممكن نبدله بالزبادي، ربع كاسة من الزيت، ملعقة كبيرة من الثوم المهروس، وملعقة كبيرة من الصلصة، وبهارات اللي هي بابريكا، فلفل أسود، فلفل حار، كركم، كزبرة، بهارات الدجاج المشكل، وملح. آخر حاجة هنعصر نص ليمونة كبيرة. هنقلبهم كويس مع بعض وكده تتبيلتنا جاهزة. هننزل فيها نص كيلو من صدور الدجاج مقطع قطع كبيرة بالحجم ده، بس القطع ما تكون رهيفة جدا وما تكون سميكة، تكون وسط عشان تستوي استوى حلو. هنخلطهم مع بعض كويس جدا، ومن دون ما ندخل التلاجة ولا أي حاجة هنشيل تتبيلتنا بالدجاج وننزلها في طاسة سخنة على نار وسط. التتبيلة دي ما بتحتاج إنها تدخل التلاجة عشان تتشرب، عشان الدجاج يتشرب التتبيلة ممكن طوال ننزلها على النار. أهم حاجة النار تكون وسط، ما تكون عالية جدا عشان ما تجيف بسرعة، وكده ما حيستوي الدجاج معانا. نخلي النار وسط ونقلب الدجاج كل شوية بالاتجاه الثاني. طبعا صدور الدجاج ما حتاخد وقت طويل في الاستواء، أهم حاجة النار تكون وسط ما تكون عالية. كل شوية حنديها الاتجاه الثاني، حنقلبها بالاتجاه الثاني. لغاية ما تجيف معانا التتبيلة خالص، زي ما انتوا شايفين جفت معانا التتبيلة، هنوطي النار شوية ونحاول نشوي الدجاج في باقي الزيت الموجود ده بالطريقة دي. كده وجبتنا جاهزة، ما أخذت معانا وقت نهائي. كده هي جاهزة معانا، هنقدمها طوالي. أنا قدمتها معها تومية وبطاطس، التقديم طبعا اختياري، ممكن رز، ممكن عيش، أي حاجة اللي انت بتحبيها. دي التومية وشوية من البطاطس. لازم تجربوا الوصفة دي، ما شاء الله رهيب، الدجاج طلع طعمه رهيب جدا ومستوي كويس جدا من جوا. أهم حاجة نارك تكون متوسطة. هتلقوا المقادير كلها في صندوق الوصف تحت الفيديو. مع السلامة، في أمان الله.